بسم الله الرحمن الرحيم. في المثال رقم 8 هتكلم على مثال تاني للريكيرسيف جرامر. اس رايح ل اي بي اس سي، واس رايحه لللامدا اللي هي النالتر او الترمينيتور سترينج، اي بي اي بي سي سي. وعايز اشوف الدنيا هنا هتمشي ازاي. اول حاجه طبعا هنعمل الليفت ستاك والرايت ستاك ونحط فيه التو سيمبلز. هنتشيك على الستارت سيمبل، هلاقي نفسي ان انا بسبستيتيوت بسي اس بي اي، وبسبستيتيوت هنا بالعكس تماما اللي هو اي بي اس سي، وبالتالي اي بي اي بي سي سي. هشيل السي مع السي، هشيل الاي مع الاي، هيتبقى عندي سي اس بي بي اي بي سي، وهيتبقى الاس بي اي. طبعا الاس اللي هنا دوت ما ينفعش يكون على راس الستاك نون تيرمينال، بالتالي انا هروح اعوض بالبرودكشن حسب السيمبل اللي انا هعمل تشيك عليه. فانا هشيل دوت واعوض ب البدايه هنا اللي انا هتشيك عليها موجوده ولا لا. فهنا هعوض ب اي بي، وبعد كده هعوض ب اي بي اس سي، هتبقى بي اي بي، وبعد كده هعوض ب سي اس بي. ده هيضيع مع ده، اللي هنا كان فيه سي هتضيع مع السي، وبعد كده هيتبقى اي بي اي بي اس. طبعا سي اس متبقاش هنا الا اي اي بي. دلوقتي انا في الاس هنا ملقيناش الرمز السي، وهنا ملقيناش رمز السي الاي بي. ممكن هنا اشيل واحط بدلها اي بي، فبالتالي انا ممكن اجرب طريقين، ان انا اعوض باللمده، يعني هنا لما ده لقى الاي هيعوض ب سي اس اي بي، هيعوض ب اي بي، وهنا ده ملقاش اللي عنده، فبالتالي هيعوض باللمده بي اي بي اي، اللمده اللي هي النال عشان هو ملقاهاش. فده هيستوب الاكشن بتاعه عشان هو عوض باللمده عشان ملقاش السي. ده لسه مش هيستوب الاكشن بتاعه، هيجد نفسه انا هنا عاكس هنا دي البي الاول ودي الاي، هنا عاكس، فهياكل ده مع ده، بعد كده ياكل بي مع بي، هيبقى هنا التيرمينيشن. واحنا قلنا ما ينفعش ان هنا يكون في نون تيرمينال، بالتالي هيتشال ويتحط بداله اللمده، ولما بيحصل تيرمينيشن المفروض ان النظريه بتقول ان دوت هيكون اكسبتد. شكرا والى اللقاء.